وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ظل محاولات البعض استغلال جائحة كورونا وتحقيق أرباح غير مشروعة، سواء بغش السلع أو حجبها عن التداول بالأسواق أو طرح السلع منتهية الصلاحية. في ظل محاولات البعض استغلال جائحة كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة، سواء بغش السلع أو محاولة حجبها عن التداول بالأسواق أو طرح سلع منتهية الصلاحية، فإن أجهزة وزارة الداخلية تتصدى لتلك المحاولات. في هذا الإطار نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط صاحب مصنع لمصنعات اللحوم بالجيزة لقيامه بتجميع الدهون الحيوانية منتهية الصلاحية ووضع توابل وألوان عليها لإيهام المواطنين أنها طازجة وطرحها بالأسواق، وتم ضبط 3.5 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وبنطاق محافظة القاهرة تمكنت الإدارة من ضبط 2 طن من الدواجن المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، كما نجحت في ضبط أكثر من 2 طن من الدواجن وهياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بداخل مجزر للدواجن المسؤول عنه كان ينوي طرحها للبيع ما يضر بصحة المواطنين. ومع تواصل جهود الإدارة تمكنت وبنطاق محافظة القليوبية من ضبط نحو 9 أطنان من الكبدة المجمدة غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة قائد سيارة قبل أن يتمكن من طرحها للبيع، وضبط أكثر من 10.5 أطنان مستلزمات إنتاج سلع غذائية مجهولة المصدر و82 ألف عبوة وقطعة جبن منتهي الصلاحية مصنعة من خامات مجهولة المصدر لدى المسؤول عن شركة لمنتجات الألبان. واستمرارا لجهود الإدارة بالقليوبية تمكنت من ضبط مسؤول مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية لحيازته أكثر من 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بدون مستندات تمهيدا لطرحها بالأسواق. الإدارة تمكنت أيضا من ضبط ما يقارب 2 طن من السكر والمكرونة و1200 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر بمخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالشرقية، كما استطاعت ضبط 2 طن من الأرز والسكر حجبها عن التداول بالأسواق المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بالإسكندرية، وضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية قام بحجب نحو 4 أطنان من الدقيق والسكر عن التداول بالأسواق. وعلى صعيد غش المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول بالأسواق تمكنت الإدارة من ضبط صاحب مصنع ملابس جاهزة لقيام المسؤول عنه بتصنيع كمامات من القماش بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم ضبط 12500 كمامة مجهزة وتحت التصنيع غير مطابقة للمواصفات وأدوات ومواد ومعدات التصنيع. وبالشرقية تمكنت الإدارة من ضبط مالك محل غير مرخص للمستلزمات الطبية لحجبه عن التداول 1500 قطعة كمامة وقفاز طبي بقصد بيعها بأزيد من الأسعار المتداولة.